مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من هذا الاعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة. هذا الاعتصام الذي لا يكلون ولا يملون عن التواجد فيه على الرغم من بعد المسافات بينهم وبين مقر الصليب الأحمر، يأتون من كل محافظات قطاع غزة ليوصلوا الرسالة بأن الأسرى ليس وحدهم. سنتحدث الآن مع بعض أهالي الأسرى الذين يشاركون في هذا الاعتصام للحديث حول إضراب الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد. هنا مجموعة من أهالي الأسرى الذين يتواجدون، وربما نبدأ بالحديث مع الشاعرة الفلسطينية رحاب كنعان التي تشارك هي أيضا في هذا الاعتصام. سيدة رحاب، يعطيك العافية بداية، ولو حدثتينا عن متابعتك لإضراب الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد. بحييهم على هذا الصمود، لكم كل التحية والاحترام. يا من تتمردون على رغيف المذلة، تنتصبون بملح ولهب، كل التحية لكم. تقارعون هذا السجان بأمعائكم الخاوية، ونحن نفتخر بهذا الصمود لأبطالنا الأسرى. نحن طبعا في هذه الوقفة التضامنية والمساندة لأسرانا لكي نقول للعالم أنا الأوان أن تكون لكم وقفة جادة لإنقاذ أسرانا من براثم السجون، وخاصة هؤلاء الذين يحتضرون بين نبضات الموت بين حين وآخر. إلى متى هذا الصمت القاطر والذي نعتبره مش أكثر من ضوء أخضر لإسرائيل لتتفنن بتحذيب أسرانا وتهويل؟ ترين أن هناك صمت في مناصرة قضية الأسيرين؟ نعم، لو كان هناك غير ذلك لكان أسرانا خرجوا منذ فترة طويلة قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة، والتي هي بين صبح ومساء قد يفارقون الحياة. نحن أيضا نناشد الحكومة، أين دورهم لإنقاذ أسرانا؟ الصليب الأحمر، مؤسسة حقوق الإنسان، أين دورهم لهؤلاء الأسرى الذين يضربون عن الطعام؟ أيضا هذه المعاناة اللي بعيشها كل أسرانا، منهم ممنوع زيارة أهليهم، منهم الانفرادي، منهم أطفال، منهم أطفال زهرات وأشبال، هؤلاء ما زالوا براعم رملية. فكل هذا يعاني أسرانا والعالم كله صامت. نتمنى أن تصل يوما ما هذه الصمت. تلومين الصمت أو تصفين حالة الوضع الفلسطيني بالصمت شعبيا أم رسميا؟ صمت كل العالم، صمت العربي والإسلامي وأحرار العالم. هؤلاء دائما نناشدهم، لماذا صمتكم طال؟ هذا الصمت قد طال كثيرا على أسرانا. نحن بما نستطيع نناضل، ولكن لو في ضغط من العالم الخارجي وخاصة فتياتنا أيضا، كيف يهون على الدم العربي والمسلم أن تكون هناك طفلة أو يكون هناك بنات صغيرات بأيدي عدو؟ فنحن نتمنى أن يكون حراك كبير، وأيضا رسالة إلى سفرائنا، ماذا فعلتم وأين الحراك في كل واحد في الدولة اللي هو موجود فيها؟ شكرا جزيلا السيدة رحاب كنعان الشاعرة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. وأيضا سأتحدث مع والدة الأسير أم جبر وشاح، وهي والدة أسير سابق. عفوا، أعتذر منك. طب على كل إن سأتحدث مع السيدة فاطمة الزق، وهي أسيرة محررة سابقة. سيدة فاطمة، إسرائيل تهدد بتغذية قسرية للأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد، هل تتوقعي أن تقدم على هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية من خلالكم نبرقها لأسرانا في داخل السجون الإسرائيلية، لحرائرنا الماجدات في سجنين تيلموند والدامون، للأشبال، للمرضى، للمعزولين، للأسرى المتواجدين في مشفى الرملة، نسأل الله لهم الحرية القريبة. بالنسبة للأسرى المدربين عن الطعام، نقول لهم لكم الله وثبتكم الله، وبإذن الله تعالى سيكون النصر حليفكم، ثقوا تماما أن النصر قادم وأن حريتكم قريبة. نحن نتوقع لهم النصر، نتوقع لهم كسر القيد وكسر شوكة الاحتلال الإسرائيلي كما كسرها الأسرى. ترين الموقف الرسمي والشعبي من التضامن معهما؟ يعني للأسف أنا أستاء جدا من المواقف التي نراها بأم أعيننا. نحن نرى وقفات خجولة أمام تضحيات الأسرى الجسام في داخل السجون الإسرائيلية. أنس شديد وأحمد أبو فارة يتخطون أيام صعبة في معركة الأمعاء الخاوية، هم بحاجة إلى وقفات جادة من الكل الفلسطيني، كما نرى بأم أعيننا كيف يشحدون الهمم في سبيل ذكرى انطلاقاتهم.
وليس تشبيه أمام من ضحوا بزهرة شبابهم وسيني عمرهم من أجل الحرية والكرامة. قدموا لنا زهرة شبابهم وأفنوها في داخل السجون، فماذا نحن قدمنا لهم إلا الانقسام، إلا الدمار تجاه هذه القضية. أسأل الله أن نعود لصحوة تقدمنا تجاه هذه القضية في سبيل تحرير أسرانا، في سبيل رفع المعاناة من المظلومين المكروبين في داخل السجون. أشكرك جزيلا الأسيرة المحررة السيدة فاطمة الزق، والتي تحرص على المشاركة في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. أيضا سأتحدث مع بعض المشاركين الذين يتواجدون هنا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عافية. لك أسير في السجون؟ لا، نحن نشطين في مجال الأسرى معلوم. كيف تتابع إضراب الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد؟ طبعا نتابع بكثف وضع الأسيرين في حالة خطرة طبعا، ونحن موجودين هنا تضامنا مع أسرانا البواسل المضربين عن الطعام أحمد أبو الفارة وأنيس. إسرائيل هددت بأن تقدم على تغذيتهما قسريا، هل تعتقد بأنها ستقدم على هذه الخطوة فعلا؟ إسرائيل قد تفعل كل شيء ما هو ضد الإنسانية، وهذا ليس ببعيد على إسرائيل أن تغذي الأسيرين تغذية قسرية، فعلت في السابق في هذا المجال وقامت بالتغذية القسرية مع أسرانا السابقين، أسرانا سبقوا هؤلاء الأسرى في التغذية القسرية. ماذا تتوقع أن تكون نهاية هذا الإضراب الذي يخوضانه؟ نسأل الله أن ينتصروا في هذا الإضراب كما انتصر من قبلهم سامي العساوي والأخوين الأسيرين البلبول. نسأل الله وندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يفرج عن أسرانا البواسل كافة أسرانا المرضى وجميع الأسرى. أشكرك جزيلا. وإذا هذه بعض اللقاءات من أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، حيث يعتصم أهالي الأسرى أسبوعيا، وربما واحدة من الملفات التي يتحدثون عنها هذا الأسبوع إضراب الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد، الذي تخطى 85 يوما في ظل تعنت إسرائيلي ورفض للاستجابة لمطالبهما، في ظل تدهور حالتهما الصحية بشكل كبير وتهديد إسرائيل بتغذية قسرية تفرضها عليهما بعد أن رفض تناول أي طعام وأي شراب قبل أن تستجيب إسرائيل لمطالبهما وتضع حدا للانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية. أشكركم جزيلا على المتابعة، كنا معكم في هذا الاعتصام من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.